قام عبد الله بقص شعر رأسه. أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الأصبع من جميع نواحي شعرها، وبذلك تحللا من الإحرام وظلا في مكة حتى يوم 8 من ذي الحجة. أما الحاج المفرد والقارن فلا يتحللان من الإحرام، بل يبيتان في مكة بإحرام حتى يوم 8 من ذي الحجة.